السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض لعبة سيتيز سكاي لاينز، ودي لعبة ممتازة جدا بحيث إن أنت كأنك أنت بتصمم المدينة كلها. خلينا نختار مثلا الجراند ريفر، تبدأ تختار المدينة، هنسميها مثلا يوتوبيا. دي الموارد اللي موجودة عندك هنا، أنت هتسوق على من ناحية اليمين ولا من ناحية الشمال، تقدر تختار الاختيار دوت. وبعد كده اقول له اوكي، هيبدأ يحمل لي المدينة. دي المساحة بتاعتك، وزي ما انت شايف عندك توصل بقى من هنا لهنا تمام، وتبدأ تبني. عندنا هنا طرق، طبعا في أنواع كتيرة من الطرق لسه مش متفعلة معاك. طيب خليني أجي هنا، بص مثلا التقاطعات دي جميلة بس مش متفعلة معاك لسه. طيب لو أنا جيت كده ووصلت مثلا من هنا لهنا، برضو من هنا خلي بالك هو عمل لك الكوبري وعمل لك كل حاجة تمام. وخلينا نعمل حاجة ظريفة، وهو إن أنا هوصل بين ده وده بحيث لو حد جه وعايز يرجع يقدر يرجع بسهولة. شايف هو شايف إنها صغيرة مش هيقدر يعملها دلوقتي. ريت لو نقدر نخليه عنده اختيار، مش لازم يعني لو اكتشف ان هو عايز يرجع في الطريق يرجع مش مشكلة. اهوت شايف لما عملنا كده وسهلناه على الناس دي اتفتحت معانا هيت، تقدر تعمل زي ملف كده اهوت اهوت بحيث ان انت تقدر توصل الطريق مثلا بالشكل دوت، وكل واحدة من دول تخليه يبدأ يمشي مسار معين. وليكن مثلا بالشكل دوت، خلينا ناخدها بشكل مثلا بالشكل دوت. طيب خلينا بقى ايه، الناس عايزة بيوت دلوقتي، طيب نعمل لهم بيوت. في أماكن سكنية أنت بس تحدد أماكن، وبعد كده الناس هي اللي هتيجي تبني. ودي زي حاجات خدمية ومحلات وحاجات زي كده. في المستقبل بقى هتبدأ تفتح لك ديت إن أنت تبني مباني عالية، أماكن خدمية. دي بقى المصانع، بس طبعا المصانع ما تخليهاش جنب البيوت أوي على أساس التلوث والحاجات ديت تمام. طيب هما الناس عايزة برضه لسه أماكن يسكنوا فيها. طيب الناس دي أكيد محتاج كهرباء، فنيجي كده مثلا نحط لهم. كل ما تلاقي اللون الأسود دوت معناه إن أنت هتولد لك كهرباء أعلى، وبيقول لك بقى إن دي هتولد لك هتكلف الكونستراكشن كوست قد إيه وهتولد لك كهرباء قد إيه. هنا تبقى 700، هنا تبقى 600، هنا تبقى 500. لا خليني هنا تمام. طيب وعايزين نبدأ نوصل للأماكن اللي احنا هنبني فيها. مثلا
طيب عايز كده، عايزين نشوف موضوع ال هنا طبعا ده بي باور بلانت، بس التكلفة بتاعته هتبقى كل أسبوع هتدفع 65. طيب احنا عايزين دلوقتي بقى نبدأ نعمل المية والدرينج. طيب ده عندي هنا ده النقل، بس لازم أعرف هو جاي منين وراح فين. ليه بقى؟ على أساس إن أنا أحط محطة المية بتاعتي قبل محطة الصرف. تمام، ما ينفعش أحط الصرف وبعد كده أحط بعدين المية، تبقى حاجة بشعة يعني. طيب هاجي هنا أقول له أنا عايز أوصل مية، ده ووتر تاور كأنك أنت مخزن المية، وده طبعا تكلفته قد إيه؟ نويز التكلفة بتاعته 3500 ودوت 2500. طيب خلينا نجيب دوت اهوت وهبدأ أوصل للمدن. طيب الأماكن الصناعية برضه هنديها، عدد سكانها زيرو هيجوا مع الوقت. طيب محتاجين درينج، في عندي درينج ده محطة تحلية بس لازم يكون عندي 17,007، ده درينج اهوت هبدأ أحطه هنا اهوت، وهبدأ أقول له وصل لي من هنا من الدرينج هنا بدوت. تمام، بحيث إن هو يبدأ بقى ياخد نفس المسارات بتاعة المية والصرف ويبدأ يوصلهم مع بعض. طيب دول محتاجين كهرباء، اه محتاجين كهرباء. طب نتوصل لهم كهرباء اهوت، طيب تعال نشوف البيوت. بدأنا نفعل إن الناس تيجي أهوت، خلينا نبني بيت أهوت، أهي بدأت تتبني فهتيجي الناس تسكن. أنا بقى بيقولك البادجت بتاعتك قد إيه. بدأ الناس هتيجي، بدأ عدد 61 شخص. طيب ده بدأت الناس موجودة اهيت، الحمد لله الحياة زي الفل. طيب في ناس عايزة مية اهيت، فهقول له أنا عايز أوصل مية بالشكل دوت للناس دول. خلاص هما شايفين ان عندهم المايه كده كافية. في طلب على مباني سكنية نبدأ نحط لهم. هاي العربيات بدأت تيجي تبقى حلوة، وممكن برضو نفس الفكرة نبني هنا. نبدأ نحط لهم، محتاجين بقى ان احنا نحط لهم المشكلة بقى عندي لسه البادجت قليلة عشان نبدأ اوصل بالشكل دوت. طيب كل شوية ناس هتيجي، هتبدأ تبقى فيه حركة بيع وشراء، فهتلاقي نفسك إن أنت مكنتش عارف تبنيه زمان هتقدر تبنيه بدون أي مشاكل خالص.
ده محتاج منك قد ايه؟ 6000، وانت معاك 4000. طيب نصبر شوية. او ممكن حتى نمدلهم اسلاك كهرباء لو ممكن من هنا. صعب. انت تقدر تسرع العملية شوية لو دوست هنا. ممكن حتى تاخد طريق فرعي كده من هنا تبدأ توصله لحتة تانية، بحيث على الجانبين تقدر تحطه وتبني زي ما انت عايز. وممكن حتى نحط هنا زي خدمات لوجيستيك بقى، بحيث ايه نعمل لهم صيانة وبنزين والحاجات دي كلها، فده برضو يجيب لنا دخل. المهم ان لو في اي حد عايز اي حاجة يجيبها على طول، يعني لو حد طلب منك مية، طلب منك كهرباء، توفر له حاجة كريمة، يعني ما تخلوش يتضايق او يعمل ثورة او بزارة حاجة زي كده. بعد شوية بتبدأ تفتح لك بقى ان انت تبني الحاجات دي، الحاجات اللي هي مأكولة دي مع الوقت تبدأ تفتح معاك.